مرحبا، اليوم قاعد احكي لكم سالفه صارت بي البارح، سريع ذلك حتى ملابس الرياضه، لان قصه يعني ما ردت صارت اشاركها وياكم. والسبب ليش انا دا اشارك هالقصه وياكم، لان اكو سؤال من زمان انا كل ما ردا اباعه وما دا اجاوب عليه. السؤال قال هو انطي رايك بتربيه الاطفال وقتها، وقلت انا راح اجاوب عليه وراح اسوي فيديو. بس بصراحه كل مره اريد اجاوب على هذا السؤال أشكك بقدرتي بالجواب على هذا السؤال للسبب، لأن أنا بهذا الموضوع مجرد مراقب ودارس الكلام نظري يعني، وهذا الكلام النظري دارس أنا بالتأثير على نفسي، أو خلينا نقول من وجهة نظر نفسي. بس أنا يعني شخصياً ما أربي أطفال، لذلك يعني ما أقدر خلينا نقول أحكي وكلي ثقة بهذا الموضوع. بس انا البارحة كنت بعيد ميلاد، عيد ميلاد كنده. كنده اذا ما تعرف من كنده دوس هنا وشوف. كنده هي بنت اعز اصدقائي اللي عايشين وياها بالمانيا، ومثل بنتي سويت مره وياها لقاء. وتباح كان عيد ميلادها، وعيد ميلادها سووه بقاعه مال تسلق، قاعه داخليه مال تسلق هي واطفال اصدقائها، وانا كنت وياهم بالقاعه. فلاحظت في شيء يعني، وهذا الشيء حسيت انه انا اريد اشاركه ويا الاخرين اللي مهتمين باثار التربيه عليهم نفسهم هم اليوم ككبار، وللامهات والاباء اللي عندهم اطفال ومهتمين انه يعرفون شنو تاثير التربيه على اطفالهم بالمستقبل. اللي صار انه احنا رحنا مجموعه، الاطفال كانوا بين عمر 8 الى 10 سنوات، واني وياهم مدربه مال التسلق. والمدربه مال التسلق شرحت لهم المبادئ والقوانين المهمة، شلون واحد يتسلق، شنو الأشياء اللي يسويها، شنو الأشياء اللي ما يسويها، وقالت لهم يلا خلنا نبدي. واحدة من الأشياء اللي شرحتها إنه بهاي القاعة مال التسلق أكو يعني طريق مال التسلق من جوه إلى فوق. هذا الطريق مرقم حسب الصعوبة من 1 إلى 6، والحجارات اللي الواحد يتسلق عليها، نتسلق تخيل إنه هذا المكان هو الحجارات بلون معين. مثلا طريق رقم 1 اللي هو يعني اقل صعوبه هو يكون لونه اصفر، فانت تعرف الحجارات الصفراء هي مال طريق رقم 1، تبدي هنا وتنتهي هناك، حاطين عليها ارقام. ومن 1 إلى 6 تتوزع الصعوبات مال الطريق، يعني اكو صعوبات قليله شويه اصعب وكلش صعب، كل صعوبه لها لون معين. خوش حكي. فقالت لهم ابدوا برقم 1، فبداوا برقم 1. رقم 1 كان كلش سهل، والاغلبيه قدروا يعني يصعدون من البدايه الى النهايه بالطريق رقم 1. انا هم بديت طبعا وياهم، بديت برقم 1 لان انا هاي يعني انا احب التسلق صحيح، بس هاي اول مره اروح قاعه هيجي وبيها يعني تسلق، فبديت انا هنا برقم 1. وبعدين يعني تسلقوا الاطفال شنو، بعدين قالت يلا هسه تسلق حر، انطلقوا براحتكم. فاني يعني هي تراقب الاطفال وانا هم دا اراقب الاطفال حتى لا حد يوقع يصير بشي كذا. طبعا هو اذا توقع اكو جواك، يعني هذا تسلق بدون حبال هيك يعني مجرد على الاحجار، واذا توقع اكو جواك يعني فدوشك ارتفاع تقريبا نص متر، فيعني ما يصير بك شيء. بس يعني على كل حال احنا يعني نراقبهم ونساعدهم كذا. فانتبهت الى انه الاطفال ينقسمون الى قسمين، والشيء اللي كلش ثار اهتمامي انه الاطفال ينقسمون قسمين، وهذا القسم اذا تنتبه على اصل الاطفال تلقى انه قسم من عندهم الاطفال اللي اصلهم شرقي يصيرون قسم، والاطفال اللي اصلهم غربي او متربين في مكان يعني تربيه غربيه ينقسمون الى قسم ثاني. شنو دول القسمين؟ وش يسوون؟ هسه راح احكي لك وراح احكي لك. اول قسم من الاطفال يصعدون بالتسلسل، يعني يصعدون رقم 1 من يخلصون يروحون يصعدون رقم 2، ومركزين على نفسهم وعلى تطورهم، ما يبغون على الاطفال الثانيين، مجرد يعني تركيز قوي جدا على التطور الشخصي بدون نظر على الاخرين ايش يسوون، وين يوصلون، وشنو اللي يريدون يسوونه. ومجرد تطور يعني من خطوة إلى الخطوة اللي بعدها حسب التطور الذاتي،
هذا قسم من الأطفال، هذا اللي لاحظته، يعني يصعدوا رقم واحد خلصوه، راحوا يصعدوا رقم اثنين خلصوه، راحوا يصعدوا رقم ثلاثة، طبعا بدون ما حد يقول لهم اصعدوا بالتسلسل، المدربة ما قالت اصعدوا بالتسلسل، قالت هو هذا التسلسل روحوا اصعدوا. هذا قسم. القسم الثاني تركيزه تماما نحو الخارج، تماما ابدا ما مركز على امكانياته، ابدا ما مركز على الشيء اللي هو يقدر عليه، يباوع اباوع عليهم الاطفال، يصعد ويباوع على الاطفال الثانيين ايش يصعدون. طبعا هذا الطفل اللي تركيزه برا ايش قام يسوي بعد يعني فتره جدا قصيره، يعني بعد ما صعد هو المستوى الاول احد الاطفال، واحده من الاطفال راحت تريد تصعد المستوى الخامس، هي بس صعدت المستوى الاول، صعدت وراها تريد تصعد المستوى الخامس، طبعا وما تقدر المستوى الخامس، فقامت تحاول تتحايل على القواعد، القاعدة تقول انه انت تستخدم بس الاحجار اللي من نفس اللون، هي قامت تحاول تصعد على غير احجار من غير لون، وهذا كليته طبعا انا دابو عليها عينها على الاخرين، كل اللي تحاول تسويه انه تضرب هدف عالي اكبر من قدرتها حتى تبهر الاخرين. طبعا هذا يعني كلش خلاني الموضوع افكر وانا قاعد اضاوع عليهم. طبعا من تراقب انت الاطفال تتعلم هواية اشياء عن الحياة، يعلمونك هواية اشياء عن الحياة، وهذا القاعة هذه ما التسلق كانت يعني ملعب مع الحياة، اكو اهداف متعددة، الاهداف لها صعوبات مختلفة، اكو ناس وياك فانت ما تكل التصرفات تتأثر بالناس او ما تتأثر بالناس اللي وياك، فكان كلش هذا تصرف مثير للاهتمام. واني حللته بحكم معرفتي مع موضوع علم النفس، موضوع التربية، هاي موضوع انا جدا جدا مهتم بهن، بحكم انه انا يعني اعتقد انه التربية تأثر تأثيرا يعني تأثير عملاق على مستقبل الانسان، الاشياء اللي يتعرض لها كطفل، هاي نقطة. والنقطة الثانية بحكم انه اني كل ما كنت يعني او كل ما بديت اعبر الاهداف اصعب، كل ما لقيت انه العائق الوحيد قدامي هو نفسي مو الاخرين، هو الاشياء اللي اني اؤمن بيها والمعتقدات اللي اني انزرعت بي كطفل. فنرجع لدول الطفلين، الطفل اللي يريد يضرب هدف كلش كبير اكبر من قدراته ويبهر بيه الاخرين، والطفل اللي يسوي الهدف اللي يقدر عليه على قد قدراته حتى يتطور هو شوي شوي. هذه منين جاية؟ الطفل بالبداية ما يعرف، كل واحد يبدي يكبر وهو مركز على نفسه، بعدين يتدخل طرف جديد واللي هو التربية، اللي هو يعني قد يكون أبو أم، قد تكون أم، قد يكون أب، قد يكونون مثلاً بيت الجد أو شو منه، هو اللي يعني متدخل أو ينطي للطفل الأفكار اللي يتعامل بيها ويا الحياة، يأخذها يسويها مالته ويتعامل بيها ويا الحياة، خصوصاً من عمر 2 إلى 7 سنوات الطفل ما يفلتر أصلاً، أي شيء يشوفه يأخذه يخزنه. فهذا الطفل اللي مركز على نفسه ما مركز على الآخرين، هذا الطفل مركز التحكم مالته داخلي ما له علاقة بالآخرين، يختار هو الطريق اللي يريده. الطفل الثاني اللي يباوع على الآخرين ويشوف هم ايش يسوون حتى هو يقرر هو ايش يسوي، هذا الطفل مركز التحكم مالته خارجي. شلون يصيرون الأطفال هيجي؟ هذا كله له علاقة بالتربية. من الطفل يتعلم انه اكو صح واكو خطأ، والطرف الوحيد اللي يعرف الصح والخطأ هو الأكبر من عندي، أنا ما أعرف، أنا ما المفروض أثق بنفسي، أنا ما المفروض أقرر، أنا ما المفروض أتجه، أكو صح وأكو خطأ، وإذا سويت الصح راح يصدقوا لك، راح يقولوا لك عافية كل الزين. هذا شنو معناته؟ معناته تحصل شيء اللي أنت تريده طبعا كطفل، الحب، الاحترام، الاحتضان. وأكو خطأ من تسوي راح تنضرب، راح ينعاط عليك، راح ممكن تتأذى. فهذا الشيء شو يسوي مع مرور الزمن؟ طبعا هذا أول شيء البيت ينطيك إياه، بعدين ممكن المدرسة تعطيك إياه، وبعدين المجتمع.
بس البيت ممكن يشتغل من البداية ويعني ويرويك انه مو هذا مكان السيطرة، مو خارجي وانما داخلي، انت تقرر هذا صح لو خطأ. راح يقولون هو من الناس، بس هو الطفل شلون يعرف؟ يعرف اذا انت تساعده. المهم نرجع، فهذا الطفل اللي يتعلم انه انت مو انت يعني مكان، مو انت المركز، المركز هو برا، فيبقى كل عمره يباوع على البرة ويحاول يبهر البرة ويحاول يسوي الأشياء اللي البرة يقبل عليها، مو الأشياء اللي هو تتفق وياه، مو الأشياء اللي هو يقدر عليها، مو الأشياء اللي هو يريد يوصل له. طبعا هذا الشيء يؤدي إلى يعني مشاكل كلش كبيرة بالبداية، يعني أقل، بس بعدين من يكبر الإنسان تؤدي إلى مشاكل كبيرة. من أنت معظم الناس هسه مثلا، انا من هواية متابعين، يعني انا انطي خطوة هالقدوتها ما يقبل يسويها، ما يقبل يسويها، بس يحكي لي عن اهداف عملاقة، انا اريد اصير جراحة كبيرة بالمانيا. طيب انا سويت تحدي، يعني هالقدوتها تحدي العقل الخارق، انا مثل وين هي تحدي هالقدوتها 21 فيديو كل 21 دقيقة، انت ما تسوي، انت اذا ما تسوي الاشياء الصغيرة، انت اذا ما تصعد رقم واحد شلون تصعد رقم خمسة؟ بس انت مو ذنبك، انت تعلمت هيجين وانت تباوع، والهدف مالتك تحطه مو على قدراتك، مو على الشيء اللي انت تقدر عليه، مو على الشيء اللي انت تريده، وانما مجرد لابهار الاخرين. تريد تطلع معدل حتى تبهر الاخرين، حتى تروي الناس، جيران المنطقه، انه انت تقدر. بس هو انت تريد هذا الشيء؟ هو انت تحب هذا الشيء؟ هو هذا الشيء يخدمك بتطورك كإنسان، يوصلك للمكان اللي أنت تريد توصل له؟ شنو المكان اللي أنت تريد توصل له؟ أنت تحب التسلق أصلاً؟ لو هذا هو، أنت مجرد مراية تعكس الآخرين، بس ما بيوم من الأيام قدرت تعكس نفسك. هذا الشيء هذول الأطفال أنا جداً جداً أثروا بي، لأن ذول الأطفال أكو كانوا أطفال قاعد يتونسون وقاعد ينمون، يستمتعون بالتسلق ويتطورون من قدراتهم، لأن هذا كل يعني مرحلة، أنا يعني بالنسبة لي يعني كانت كل مرحلة تحدي صعب، أنت يعني في بعض الأحيان تستسلم، أنت مثل أي هدف تستسلم لأن ما تقدر توصل، وفي بعض الأحيان تشكك بنفسك، وفي بعض الأحيان تبقى وتفوز وتوصل إلى الهدف. مثل بالحياة، وأكو أطفال سووا هذا الشيء وتونسوا واستمتعوا وتعلموا. بالنهاية مو النجاح والفشل هو المهم، المهم هو أنت تتعلم، أنت تتعلم. هذول كانوا جزء من الأطفال اللي المركز التحكم مالتهم داخلي، استمتعوا بالتجربة، تعلموا، كبروا. الجزء الثاني ما استمتع، ما تعلم، ما كبر، لأن دائما يحاول يبهر الآخرين بأنه يوصل لأهداف أكبر من قدرته، حتى يرويهم أنه هو أحسن من عندهم، ومن يرويهم أنه أحسن من عندهم فراح ينطوع الاعتراف أنه هو فعلا زين، لأن هو ما يعني من داخله ما يعتقد أنه هو زين، ينتظر إلا من برا يقولوا له أنت زين، يلا يحس أنه هو زين. هذا الطفل اللي دائما أهله لازم يقولوا له أنت زين، مو هو يعرف انه هو زين. ذولا بعد فتره طبعا ما صعدوا الاهداف الكبيره اللي يصعدوها، لان مو من امكانياتهم، هي الاهداف الكبيره انت مو تصعد لها لان انت تصعد لها، وانما تصعد لها لان انت تتدرج. فالهدف مثلا انت لا تصعد مستوى رقم خمسة، انت يعني مستوى رقم أربعة صعدته، فالمستوى رقم خمسة قد يكون صعب، قد تستسلم مره مرتين، بس بالمره الثالثه ممكن توصل. بس انت اذا ما صاعد اي مرحله، انت عاصي بالمرحله الاولى وتريد توصل للمرحلة الخامسة من أول ضربة، شي راح يصير؟ راح توقع، راح تتأذى، راح تتعرض إلى خيبة أمل ممكن تأذيك وتحطمك وتمنعك من 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 متابعة أي هدف أو ركض وراء أي هدف بالحياة. هل كان أنت بإمكانك توصل للخمسة؟ طبعاً كان بإمكانك، أي واحد ممكن يوصل للخمسة إذا يعني ما عنده فد يعني معوقات كبيرة. بس خلينا نقول احنا بهذا المجال مال التسلق، بهذه القاعه مال التسلق، اي واحد كان يقدر يوصل للرقم خمسة اذا يتدرب، اذا عنده الامكانيات اللازمه للمستوى الخامس.
بس مو من أول ضربة. أول ضربة تسوي المستوى الأول، ثاني شيء تسوي المستوى الثاني الثالث، وتسويهن لأن أنت تريد ولأن أنت تتونس، بدون ما تباوع على الآخرين ايش يسوون، وبدون ما تحاول تغلبهم، وإنما كل اللي تحاول تغلبه هو نفسك البارحة. هذا الشيء اللي أنا كنت أريد أشاركه وياكم من العيد ميلاد مع البارحة، وشنو اللي أني يعني ثار كلش كلش اهتمامي، لأن باعتقادي هذول الأطفال يكبرون ونفس الشكل، وذول الأطفال يبقون يعانون، الأطفال اللي عيونهم على البار راح يبقون يعانون، راح يبقون يركضون وراء أشياءهم وما يقدروا لها، ويا يستسلمون ويقول لك أنا ما أقدر، أني يا يقضون حياتهم في معاناة وفي ركض وراء الآخرين، في حين الناس الباقين راح يوصلون إلى أهداف ومستويات كلش عالية وراح يستمتعون بحياتهم، و يعني هذول دي يعانون ما حد يدري بيهم، هذول دي يتونسون، والخيار بالنهاية من أنت صغير هو مو خيارك، هي التربية مالتك وأهلك راح يختارون، بس من تكبر أنت الخيار هو خيارك، تباوع لي جوا لو تباوع لي برا. أتمنى من عندكم شيء بهذا الفيديو زين، أنا ما عرفت شو أسمي هذا الفيديو بصراحة، لذلك أتمنى من عندكم إنه تقترحوا لي أسماء لهذا الفيديو بالتعليقات، وصاحب أفضل اسم راح آخذ اقتراحه وراح نسمي الفيديو عليه، وراح أذكره وأشكره بالفيديو مقبل، وراح أذكره بالاسم وأشكره كلش على مشاركته وعلى إنه أعطانا اسم حلو لهذا الفيديو. أتمنى إنه هذا الفيديو يكون عجبكم، أتمنى إن تكونوا استفادتوا من عنده وإنه شاركوه يا شخص يستفاد من عنده. خلونا نشوف فيديو جاي، مع السلامة.